اصدقاء الاخوه الجيران الاخوات الاحباب صباح الخير مساء الخير سعيده يومكم سعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله تكونوا عايشين حياه هانيه في كل مكان وفي كل زمان الحياه رحله رحله بنعيشها ورحله بتبدا بدون اذننا وبتنتهي بدون اذننا لم نختار فيها تاريخ ميلادنا ولم نختار فيها الاب والام ولم نختار فيها الوطن ولم نختار فيها العائله ولم نختار فيها القريه او الحي اللي احنا عايشين فيه. وتنتهي ايضا بدون اذننا. لا نختار وقت النهايه، مكان النهايه، ظروف النهايه، لكنها ستنتهي. يبقى شئنا ام لم نشا الحياه رحله لا نهايه لها من يفهم مننا ان الحياه رحله لا تنتهي عجائبها وليس لها نهايه هو من يعرف ان الحياه لها ثوابت سته ثوابت سته يعني اللي فاهم ان الحياه رحله عجائبها لا تنتهي وليس لها نهايه يعرف ان الحياه لها ثوابت سته الف مراحل الحياه ب فلسفة العمل داخل الحياة ت أبعاد القضية الإيمانية في الحياة ث العمل داخل مراحل الحياة المختلفة ج الرسالة والقيم في الحياة ح صناعة الأجيال وهكذا يبقى نرجع إيه لمراحل الحياة اللي هي إيه الثابت الأول مراحل الحياة في الدنيا وفي القبر وفي البرزخ ويوم القيامة وعلى الصراط وفي الجنة أو في النار يبقى مراحل الحياة كم في الدنيا كلها نمرة واحد في القبر البرزخ يوم القيامة الجنة والنار وقبل ما نخرج لدنيا الأحياء في الدنيا داخل رحم أمي دي الخمسة لو بننظر لمراحل الحياة هنمشي فيها شئنا أم أبينا لكن إحنا وإحنا ماشيين في هذه المراحل اللي بنحدد باختيارنا وبقدراتنا جنة أو نار جنة أو نار يبقى ده الثابت الأول عملنا جيد دخلنا الجنة ربنا غفر لنا عملنا سيئات دخلنا النار والعياذ بالله ده الثابت الأول اللي هو مراحل الحياة الخمسة الثابت الثاني فلسفه العامل داخل الحياه. اللي بيحدد فلسفه العمل دي بتكون ناتجه عن معرفه الفرد منا لخصائص كل مرحله من هذه المراحل الخمسه السابقه. كيف اتعامل مع المراحل الخمسه اللي ذكرتها قبل كده. بعد ما اخرج من رحم امي في الدنيا في القبر في البرزخ على الصراط وبعدين جنه او نار. ان علمت كيف ان علمت او علمتي يا اختي الفاضله كيف تتعاملي مع هذه المراحل الخمسه ستستطيعين معرفه فلسفه العمل داخل الحياه نفسها. دي النقطه الثانيه او الثابت الثاني. الثابت الثالث ابعاد القضيه الايمانيه في الحياه. يعني ايه ايمان؟ في ايمان بخالق الحياه ومكون الاكوان ادي احد ايه؟ القضايا الايمانيه. الايمان بقيمه كل مرحله من المراحل الخمسه اللي اتكلمنا عنها قبل كده هو دول مع الخمسه في الايمان بالاستعداد لمواجهه هذه المراحل التي سوف يمر بها الانسان ويعيش بداخلها في كذلك معرفه الفرق الكبير بين عمر وقيمه الحياه الدنيا وعمر وقيمه الحياه الاخره معناها ايه معناها ان انا لو ما امنتش ان الحياه الدنيا دي دنيه ولحظة تعتبر لما نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول أن يوما عند ربك بألف سنة أو أن يوما بخمسين ألف سنة يعني معناها لو أنا عشت مئة سنة هيبقى اليوم هيبقى حياتي كلها من سنة دي بتساوي عند ربنا سبحانه وتعالى أقل من نص ساعة سيدنا نوح عليه السلام عاش ألف سنة ألف سنة ها على ألف يبقى كأن سيدنا نوح عاش يوم واحد من أيام الآخرة أو سيدنا نوح عاش ألف سنة من خمسين ألف يعني واحد على خمسين ها؟ يعني اتنين في المية من اليوم بتاع الآخرة وكأن حياة سيدنا نوح على الأرض بتساوي بتساوي اتنين من عشرة من اليوم بتاع الآخرة من أيام الآخرة أو بتساوي يوم من أيام الآخرة حسب سواء كان اليوم ألف سنة أو اليوم مئة ألف سنة فليه يا شباب نضيع الحياة الأبدية بيوم عاش سيدنا نوح أو ثلث ساعة أو نص ساعة عاشها سيدنا نوح وفق اللي هو معيار القياس ليوم في الآخرة الثابت الثابت الرابع اللي اتكلمنا عنه ان كيفيه العمل داخل مراحل الحياه المختلفه خاصة أول مراحلها في الحياة الدنيا أول مراحلها في الحياة الدنيا اللي هي فين؟ اللي هي بعد الولادة واللي هي فيها رعاية الأم والأب وأنا طفل صغير جدا ثم بعد كده ما أصبح طفل بالغ ومراهق ثم رجل يافع إلى آخره المراحل دي اللي بيحددها المرحلة الأولى والثانية لمرحلة الطفولة والمراهقة بتحددها أمي وأبي وفق ما علموني وما ربوني حتى وفق ما اختاره ابي ها لامي كزوجه له ووفق ما اختارته امي ابي كزوجه له دول بيحددوا المرحلتين الأولنتين اللي بيجعلوني فيما بعد قادر على التحدي المرحله الثالثه وتصدي المرحله الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه في الحياه ها النقطة الخامسة أو الثابت الخامس الرسالة والقيم التي سوف يتركها الانسان للاجيال من بعده، ما ينفعش اول حاجه اعيش دون ان اؤمن برساله. ثم ما ينفعش اخرج من الدنيا دي دون ان اترك رساله للاجيال التي بعدي. لابد ان يكون رساله لي اؤمن بها ثم رساله لي اتركها المجتمعات ليؤمنوا بها. لا اعيش إما احسن ان احسن الناس واسيء ان اساء الناس. لكن اعيش كمؤمن. احسن اذا احسن الناس واحسن اذا اساء الناس. اخر نقطه اللي لنا في الحياه الثوابت السته اللي يعني اتكلمت عنها قبل كده كيف نصنع الاجيال؟ التي تستطيع حمل افاق الرساله اللي انا عايز اتركها ونشر مبادئها والمحافظه عليها. صناعه الاجيال ليست سهله. صناعه الاجيال تحتاج اناس ناس كبار في العقل والذهن والفكر والمعرفه قادرين على التنازل عن جزء كبير جدا من شخصياتهم الاعتباريه. بمعنى ان انا اربي الاجيال وانا في في مركز السلطه بتاعي اذا كنت مدير واذا كنت ناظر واذا كنت رئيس جمهوريه واذا كنت وزير الى اخذ معي الشباب او الاجيال القادمه لكي اربيها وانا في مركز السلطه. ليس اربيها بعد ان اترك مركز السلطه. اجد مساحة لهؤلاء الشباب انهم يأتون معي سواء كانوا فتية او فتيات واعلمهم وانا داخل المركز السلطة بكل الامكانيات التي اوتيتها لكي يتعلموا كيف يكونوا قادة للمستقبل ويكونوا هم قادة المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى فالست ثوابت دول لابد ان احنا نعرف كيف نتعامل معهم في رحلة الحياة اللي احنا بنعيشها على الكوكب الارضي ففي حياه وبعدين بعد كده الحياه الابديه هتكون فين؟ هتكون في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى ليكم كلكم او في النار. احنا ممكن نحسب الحياه في القبر هتساوي قد ايه؟ ممكن نحسب الحياه في الدنيا هتساوي قد ايه؟ ممكن نحسب الحياه على البرزخ هتساوي قد ايه؟ لكن مش ممكن ابدا 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 ابدا, أبداً, أبداً نحسب هنعيش في الدنيا شو في الاخره قصدي هنعيش في الاخره قد ايه؟ الحياة الأبدية السرمدية في نعيم بإذن الله سبحانه وتعالى أو في جهنم والعياذ بالله لذلك الخمسين أو الستين أو المائة سنة أو الألف سنة اللي قضاها سيدنا نوح عليه السلام في الأرض لا تساوي جزء إلا جزء يسير جدا جدا من حياتنا الأبدية في الجنة إن شاء الله فلا تضيعوا الحياة الأبدية بأنكم تهلكوا أنفسكم في الحياة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله منها الكافر شربة ماء وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته